وحيا الله المشاهدين الكرام، هلا والله وسهلا. طلعت من القصيم الآن باتجاه الطائف إن شاء الله سبحانه وتعالى، عندنا تغطية بكرة. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية من ضواحي مدينة الطائف. اليوم عندي لقاء مع أحد الرواة، بعرفكم عليه بإذن الله. وبعد الطائف يمكن تمتد رحلتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى المرتفعات الجنوبية، النماص وما حولها. حياك. تعديت عفيف، توقفت في هذا المكان، أبى أشرب لي ماء، لأني أنا ما أشرب إلا من ماء بير أعبي منه. لكن تعالوا أوريكم هذا المنظر، سبحان الله العظيم. شوفوا الإبل من شدة الحر وين مستظلة، سبحان الله العظيم، تحاشر تحت هالطلح. بسم الله، كان بودي نلقانا حليب لكن ما لقينا الراعي اصلا. طيب، يمكن بعضكم يقول اشرب من اي ماء. الحقيقه انا اشرب من اي ماء والله الحمد، ولكن اعبي تانك السياره من ماء بير حالي وطبيعي وما اشرب الا منه. طبعا بيكون معي والله الحمد الثلاجه، اذا احتاجت تبريد الماء ابرده فيه، والله يوفقنا واياكم. والطيب لا تستغربه منها، للطيب كثر الله خير. اخونا السوداني، نتعرف عليك؟ سالم محمد ادم. والنعم فيك. عزمنا على شاهي، ايش يسمونه؟ شاهي ايش؟ مفتوح. شاهي جمر، شاهي بالحليب. يا سلام. تجربة المشي على الرحول. سلام. الله الله على الريح. جاء وقت الهواء، توقفت قبل الطائف. وقبل الطائف 60 كيلو توقفت في هذا المكان، يعتبر غدا عشاء. هذا مكان جلستي، وهذه قهوتي، وهذه كبسة المسافر. ماء بارد وقطع لحم، لحم حاشي، وحبة بصل مقطعة نص، وضفت عليها بهارات المسافر لجميع أنواع الطبخ فقط بدون ملح. أسكر الآن لمدة 15 دقيقة، يكفي 15 دقيقة لأن الحاشي صغير. طيب، بما أني أتقهوى على بال ما يجهز إن شاء الله غداي، بسم الله، أبو أسولف لكم قصة تذكرتها وأنا مسافر بهالطريق، ولله الحمد مثل ما شفتوا أغراض عزبتي كاملة معي، من أدوات الطبخ، من أدوات القهوة والشاهي، فرش النوم، لله الحمد الثلاجة إذا احتاجت شيء، يحتاج تبريد. هذا واحد سلمكم الله طلع من منطقة ما، قبل ما يصل منطقة ثانية زهم على رفيد زله، يا فلان أنا مسافر أنا وأهلي بالطريق، وبمر ناخذ عندك فنجان. قال حياكم الله، وفنجال هذه جات بذبيحة، لأنه يقول أنا وأهلي، الرجال راح وتكلف وجالها بذبيحة وتعشوا عنده ومشوا. المنطقة الثانية وصلوها قبل الظهر تقريبا، ويزهم على رفيد زلة ثانية، فلان أنا جاي كانوا مسافر أنا وأهلي، بمر ناخذ عندك فنجال. قال الله يحييكم، واذبح ذبيحة. ولين وصل ديرته اللي هو يبي ذبح له يمكن حول 5 أو 4 ذبايح، وشهولة تقحم الناس وتكلفهم فوق طاقتهم. الفنادق متوفرة، المطاعم متوفرة. قصتك هذه كانت في زمن الأولين، ما كان في مطاعم، كان لما نسافر من ديرة لديرة يشوف رفيد زلة ولا يستضيف عند أحد، الجوع والحاجة تحدهم. أنت الآن في نعمة، متوفر لك كل شيء، مثل ما شفت عزبتي مطبخ متنقل معي، جماعة الخير ولله الحمد، يمكن ما شفتوا في كل فلوقاتي أني استضفت عند أحد، مو قصور فيهم لا والله، لكني جربت وحسيت بمواقف. يحكي لي واحد من هالبن اللي دائما نغطي معهم، قال والله مثل ما شفت يا ابو حاتم في الغرفة، غرفة العزبة تقريبا 15 رجال، ونص ابلي ضايع رايح ادور لها، والعامل مريضة بوديه للمستشفى، وهذول يبي من يخدم على رؤوسهم، صب قهوة واذبح ذبيحة.
جماعة بعض الضيافات أو بعض الزيارات ترها تكلفة فوق اللازم على الشخص اللي بتروحون له، ودمتم بخير. هلا بالطول. الآن بعد 15 دقيقة استوى عندي اللحم، أقوم تنظم الله بوضع الملح والأرز. أول 5 دقائق للأرز أخليها على نار عالية، وعشر دقائق النار متوسطة. صباحكم الله بالخير مشاهدي الكرام، صباح اليوم الثاني لرحلتنا ضواحي منطقة الطائف. هذا موقع مبيتي البارح، كنت شبي ضوي سويت قهوتي واحتري ضيف عزيز على قلبي، أحد الرواه اللي بعرفكم عليه بإذن الله بعد شوي. وتشرفت قناة المسافر للتغطيات مشاهدي الكرام باللقاء مع الشيخ نجا بن فالح الغامدي، حياك الله أبو إبراهيم. الله يبارك فيكم المستمعين. أبو إبراهيم مشاهدي الكرام له ذكريات بالربع الخالي، واليوم أنا وياك كاشتين بالبر علشان نستعيد هذه الذكريات إن شاء الله. قضيت 4 سنوات خدمة بالربع الخالي. نعم. في قطاع سلاح الحدود في سلوى. حدثنا عن الذكريات وعن الشيء اللي ما تنساه ذاكرتك في هذه التجربة وفي هذه الخدمة. والله حنا خدمنا من عام 97، من نصف السنة هو تقريبا قدام، وخذنا في مراكز سلوى عمر، والبادية اللي عندنا هم المرة، ما ينزل في ذيك الديار إلا المرة، وهم ما يعرفون الغنم إنما حلالهم كل هبل، وهم ناس كرماء في الإبل يحلبونها، وحتى ممكن يذبحون لك منها. وهذه قد حصلت لنا في مركز من المراكز، جانا واحد الرجل من طيبينهم وكلهم إن شاء الله طيبين، ولما مرنا وهم حيل وهم في حياتهم غرابة، لا جلقيض اقطنوا على عدود وعلى قلمة، أقلام يسمى قلمة، وهي ما هي يفور، يفور بدون ارتواز، وإنما على ضغط الأرض، والماء يطلع حار ويطلع كبريت، وكان فيه برك على طول 3 متر ومتر تقريبا، وفي العمق تقريبا متر. وهذه كل قلمة لها اسم، وما عامرت هالدولة ومسويت هالدولة، بارك الله فيهم الحاضر واللي قد مات من عصور من عشرات السنين، حتى انها مسمات باسم الملوك الاولين فيصل وسعود وعبد العزيز، فيقطنون على هذه الاماكن سواء هبيار ولا اقلام تفور وتصب على طول الليل والنهار، ولا منها برد المس كما يقولون البدو، شدوا على القبو الشمال. طبعا الشمال اللي هم يروحون له من النعيرية إلى رفحة وديار ذيك على السعيرة على الصداوي على القيصومة، فما تخطي من الأمطار الربيع وهذه يروحون صوبها. فالرجال لما مرنا وهم حيل كتف ذاك القعود وقال هذا ضيفتكم، وحنا قلة ممكن حول 10، وهذا قعود ولا عندنا ثلاجات نحافظ يا القعود، ولا في حد ياكل القعود معنا. فحنا القعود هذا طبعا ملحناه، وهذا من كرمهم وحفظناه في اكياس معلقه وكناه، لكن القصه اللي هي ما تنسى هي قصه اخويانا اللي تعطلوا في الربع الخالي وهم دوريه، اللي هم 3 رجال الملازم واخوياه 2. هذا لما ابتعدوا دورية وراحوا مع ديار طبعا ما يعرفونها، والأرض كلها طبعا صعوبة، ولا فيه أماكن أنت تمروا عليها كما يقولون، وإنما هي طعوس وجفاجيف، ونشبه في ذلك الرباضة. الرباضة هو محل يشبه الرمادة، إذا طاحت فيه السيارة نشبت حتى بطنها في الأرض. فالربع جاهدوها ونسموا في الكفارات وقطعوا شجر وحفروا عن السيارة، وهم كانوا في رمضان وفي حر ولا طلعوا إلا آخر النهار، ولما طلعوا للكفارات ما يمشى عليها قد هواها قليل، ولا لقوا بلفن يحطونه مكان البوجي علشان
يزودون في هواء الكفارات، ووقفوا في ذاك المكان المرتفع، ولما جاء شغلنا سيارة عيت السيارة تشتغل، فدقوا عليها حتى غلقت البطارية كما ذكرت في القصة الماضية، ودحدروها علشان ينتعونها، لكن الرمال ما ينتع معها لأن الموتر يزحلق. فانزلت السيارة في مكان واطي ممكن حتى ما تشاف، والطعوس هناك الدورة فيها صعبة، لو ضاع إنسان أو قالك إنسان أنا ضايع وجيت بالدورة أو متعطل 500 متر ما تشوف. فجاهدوا السيارة هم طبعا ثلاثة كما ذكرت، الملازم حربي يقال هذياب جمعة طبعا أخوياي ولا أنسى أسمائهم، والمطير اللي هو يسوق السيارة محمد رباح، والفرد اللي هو معهم يقال علي بن عبده من حروب القنفذة أو القنفذة. فقعدوا في مكانهم هذا، حولوا البطارية من السيارة ودفنوها في رملة، وحطوا عليها من فوق رمل ما هو بكثير، وشبوا عليها علشان تكسب لها كهرباء، واتصلوا لقطهم الدمام، اتصالات الدمام ومركز الاتصالات في الدمام بسلاح الحدود هو اللي لقط المكالمة، وقالوا حنا متعطلين ونبعد على العبالة غرب 200 كيلو. طبعا هم ما يعرفون العبالة وشوالة، هذا محل رصد جوي، فاحذفوا بنفسهم بعيد، مع أنهم ما بينهم وبين العبالة وشوالة هلا ممكن 25 كيلو أو 30 كيلو. فلما راحوا المداوير يدورون راحوا في ديرة والرجل في ديرة أخرى، وكانوا مستعينون بالبادية اللي هم المرة علشان هم لهم دلالة في الأرض، الناس اللي يدورون ما هم كلهم يعرفون الأرض، فصاروا يدورون. هم قعدوا مكانهم اليوم الأول واليوم الثاني، ما عندهم طعام وعندهم خزان صغير يسمى حنفية في ذنب السيارة فيه شوي ماء، وصاروا تبقصونه. ولما يضحى النهار الثاني جتهم إبل، ناقتين ومعها حشو ومعها جمل، هم واحد من النوقات مسكوها طبعا هدية كما يعرف عن البل، ولما مسكوها وحطوا على الحنفية ردوا البل بحيث ما جت نيتهم انها جت لها من ماء تاكلها من صبط ومن هرم، وساقوها مسافة، ويوم جاء بعد الظهر بساعة للبل يوم قامت تروح هنا وتروح هنا كل واحد في جهة، وعرفوا ما قدامها ما هم سايقينها على النوف يعد يحسبونها جات من ما عودوا. خل نرجع لسيارتنا ممكن يجينا من مداوير أحد، هم يظنون في مداوير. فرجعوا للسيارة وكتفوا الناقة، الناقة اللي هم شدوا على حنفيتهم كتفوها، وحاولوا في البعير انهم يحطوا في رسن ومعهم شرشفهم طبعا شقروه وكتفوا منه الناقة، وحاولوا يسوون رسن على للبعير لكن البعير هج وخرقه في رقبته وردت البل. هذا اللي راحت خوية الناقة هذه النقاط الناقة والحشو والبعير وردت على بدو قطير بعيد. فالناقة يا ما أقول كتفوها يعقلون يديها ويفقرونها، في هناك طريقة في البلة يفقر يربط رجليها الخلفية على فقارها ما عاد تعرف تقوم، ويعقلون يديها الثنتين علشان ما تزحف. فبقيت الناقة عندهم والبل وردت على البدو اللي هم قطير بعيد، والبدو عندهم خبر في الضياع، البدو الرجال الغادين والمتعطلين. فتقاموا الرجال لما أصبحوا شافوا البل على الماء والناقة مفقودة والحاشي يحن مفروض أو فوق مفروض ولد الناقة والبعير في رقبته خرق، عرفوا أن البل هذه طاحت في المتعطلين أو الناشبين هذا اللي هم يدورونهم أخوياهم، لكن ما في دليل منين البل جاية. كان الربع الخالي إذا أصبح الصباح هبت الهبايب ومحت الجرة، هلا يندرى هي جات من جنوب ولا من شمال ولا، والرجال لهم 3 أيام وإذا ما يدورهم الواحد بسرعة ممكن يهلكون. تواصلوا الرجال كيف الطريقة وقعدوا يتشاورون،
شار عليهم المشير قال نمسك الحوار أو الحاشي هذا اللي مفقوت نمه ونطرحه ونكتفه. لما شافوا الخرق في رقبة البعير والناقة مفقودة وولدها يحن عرفوا انها طاحت في الرياجيل المفقودين. فالرياجيل تشاوروا كيف الحيلة علشان ندل عليهم. اليوم ما جانا دوريات راحت في مكان بعيد. فشار عليهم المشير منهم قالوا نمسك الحاشي هذا اللي مفقود نمه ونكتفه ونغمه نغم راسه ونسوق البل في جهة ما يشوفها ولا يجي ريح لأن المطية تشم الرايح من مسافات بعيدة. فهم فعلوا الفعلة هذه وساقوا البل قرعوا مداها بعيد وفكوا الحاشي لما فكوه طبعا مرتاعنا والمرة وقعد يعمق هنا وهنا وأخيرا انجدل في جهة أمه. هم لما انجدل في جهة أمه لحقوه على سيارات من مسافات بعيدة علشان ما يزعجونه وبقي يتبعونه من الضحى العالي تقريبا ولا حولهم على أمه إلا قرب صلاة العصر اللي هي كانت مكتفة عند الرياجيل اللي هم أخويان. فشغلوا عاد سياراتهم وعبوا كفراتها وطلعها في محل مرتفع واتصلوا بالدوريات وقالوا تلقونا عند البدو اللي على العد الفلان ولا المداوير كما قلت معهم من البادية رجال يدلون الأرض. فتجمعوا عاد عليهم هناك وعشوهم على قعود قد ذبحوه ووزعوه بقدور وجونا أخويانا ما جونا لليلة الثالثة آخر الليل. ربع الخالي يقولون انه موحش. طيب وفيه اشياء بسم الله علينا وعليكم اجمعين دائما اللي يروحون للربع الخالي يشاهدون هذه الاشياء من اصوات من انوار. مر عليكم مثل هالمواقف؟ لا هذه تمر على الناس اللي عندهم غفله انا اقولها بصراحه. اي اما الناس اللي عندهم اذان وعندهم ذكر ما يتمر عليهم شيء ذي ولا يشوفونه. وأنا من الناس اللي الحمد لله ما مرت علي ما مرت طول خدمتك أربع سنوات. أما كلمة إنه مو حشف هو نعم أرض نخلي وأرض تخاف لا مشيت فيها تخاف من الانقطاع تخاف من العطال ما في اتصال ما في وسيلة. حنا صح إن السيارات العسكرية على أجهزة تصل أقطار المملكة الأجهزة هذه اللي على السيارات العسكرية لكن ما هو مضمون إن البطارية تبقى صاحية وإن السيارة ما يجيها مشكلة. لو حصل للسيارة مشكلة ولا حصل للجهاز مشكلة هو أنت في مكان قعدت بها كما يقولون. فحنا الحمد لله رب العالمين في ذاك الزمان يسر الأمور وخذنا فيها سنين ونحمد الله على ما مضينا من الأعمار وعلى ما بقي إن شاء الله في طاعة الله. هذه بعض قصص الربع الخالي وعندنا منها واجد والله يريد منا وياكم خير. نرحب بقناة المسافر أبو حاتم وحنا وياه نهرج هنية في هذا البر اللي ذكرنا بالماضي. أنا لو أنت ذكر بعض الذكريات وخاطنا من ما طلب منا من بعض السوالف والعلوم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. أبو إبراهيم حدثنا عن أصعب موقف مر عليك بالحياة ما تنساه. لكن الموقف اللي هو في الصغر من مواقف الحياة اللي في الصغر أنه كنت سارح اللي في بهم. البهم هذا هو صغر الغنم ونسرح بمسافة ونرده للبيت. أنا ذيك الأيام صغير عمري دون العشر ولا حول العشر. لما وصلت راس المنتهى وجيت أبعود كنت ألعب لي مع محل مرتفع وطمرت لي على ذيك الصفاة المرتفعة وكان لها حد حاد وقطع ركبتي قطع الركبة هو عن محلها واضحة في الركبة لها الحين والركبة طبعا مهم من العورة وممكن أوريكم محل الضربة. الضربة هذه هي من هنا لهنا حتى حولت اللي على العظم كله تحت. فأنا لما صابتني هذه الإصابة ما عاد عرفت أرجع الهلي قعدت في راس المفلق. كم عمرك تقريبا؟ أقل من عشر أما تسع ولا عشر ولا أقل من عشر. قعدت في مكاني وحاولت أزحف ومن حسن الحظ أنه كان في حميرنا وتب كرامة ذيك الأيام في الوادي
الحمير ذيك الأيام وانتو بكرامة ما كانت هميل مثل اليوم تهج من الواحد من بعد، كانت حمير تشد ويرد على هما، وحمير عارف العرب وعارفينه. فركبت على ذاك الحمار وحاولت استاقب همي إلى أن وصلت هلي، فربطت على هرباط علشان ما عاد ينزل الدم ينزف ولعلها تسلم، لكني طولت وأنا مثنيها. لما طولت وأنا مثنيها توقفت الرجل مثل العمود، وبقيت على هذا الحالة عدة شهور. الناس من أول مشغولين في حياتهم، ما في ذيك المستشفيات ولا في ذيك الاستطاعة أنك تروح وتجي. فبعد نحو من 3 شهور وصارت رجلي مثل العمود، ليلة من الليالي وكنت أطرد لي بهم جوف الغنم علشان أدخل في زريبته بعد ما رضع. فطرت ذاك الطفل وطمرت من فوق ذيك الشاه، وراد الله أن الشاه تطمر. لما طمرتها وتعترض رجلي عليها وتنطلق العقدة. الله أكبر. انطلقت العقدة وجاني مثل الصرع من قوة انطلاق الرجل بعد انحباسها مدة طويلة. والحمد لله سلمت من ذاك الانحباس اللي كان بغى يعيب رجلي، ولا أحمد الله على فضله. الحقيقة أنا وأبو إبراهيم اليوم عدنا ذكريات خدمته بالربع الخالي، وسولفنا وحنا كاشتين بالبر. الله يبيض وجهك. الله يجمل حالك ومن يسمع ويجعلها في طاعته. اللهم حنا ما قلنا هلا للعبرة. الله يغفر لك ولوالديك. والله من أجمل اللقاءات، واستفدت معلومات عن الربع الخالي. رغم أني من الناس اللي أتمنى زيارة الربع الخالي. وش رأيك إن شاء الله لو خذنا بك رحلة للربع الخالي؟ ما أنا قد شبعت، ما عاد البرايح. وعندي مسجد ما سكني في طاعة الله إن شاء الله، ولا عاد البرايح عنه إلى أن يكتب لي الله ما يشاء.